السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سنكمل إن شاء الله درسنا السابق، وهو ضمائر الجر المتصلة. سنقوم بحل التدريبات بإذن الله تعالى. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ألا تتذكر هو من أي الضمائر؟ هو، هي، نحن. إذن هو ضمير منفصل لا شك. إذن، وأيضا أخرجه البخاري طبعا، قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن صدق رسول الله، رواه مسلم، عندما قال: دمه وماله وعرضه. نلاحظ أن الهاء هذه هاء الغائب، تعود إلى من؟ على المسلم، فهي اتصلت بالاسم، فهي ضمير في موضع، ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذن ضمير متصل. من عفا ساد ومن حلم عظم. من عفا هنا أسلوب شرط، من عفا ساد، يعني من درس نجح مثلا، هذا أسلوب يسمى أسلوب شرط. ومن حلم عظم. إذن نلاحظ هنا لا يوجد لا ضمير متصل ولا ضمير منفصل. أين الضمير؟ إذن الضمير هنا مستتر، مستتر، دل عليه السياق، فلا داعي أن نقول من عفا ساد هو ومن حلم هو، يعني الذي نتكلم عنه عظم. إذن هو يتكلم بشكل عام، فلا داعي أن نذكر الفاعل، فلا داعي أن نذكر الضمير. من ساد، أي هو الذي ساد، من عفا، من عفا هو فقد ساد، هو أي إنسان يعفو فقد يسود. ومن حلم، أي هو يقصده، عظم أيضا هو. إذن نلاحظ أن الضمير هنا مستتر لدلالة الكلام عليه. إذن نلاحظ نلاحظ إذن ضمير مستتر. لا تستح، لا تستحي أنت، ولكن هنا لم يذكر أنت، لم يذكر أنت، إذن لا تستح أنت، ضمير مستتر، ولكن هنا لدلالة السياق عليه لم يذكر الضمير أنت. الجهل مطية من ركبها، من ركبها، ركب نلاحظ فعل، ولكن اتصلت به الهاء هنا ضمير رفع. إذن بعد أن، عفوا، ضمير نصب، لأنه اتصل بالفعل ركب. الجهل مطية سوء، من ركبها زل ومن صاحبها ضل. نجمع الأسماء
أو الأحرف التي قمنا بوضعها السامري. السامري، الجواب السامري، الجواب الجواب السامري. هيا اكتبوا. إذن انتهيتم من الكتابة؟ نكمل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. منا، إذن اتصلت الضمير بحرف الجر، وصغيرنا اتصلتنا بالاسم، كبيرنا اتصلت نا بالاسم. اعمل لدنياك، لدنياك، دنيا، لدنياك أنت المخاطب، دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك، لآخرتك كأنك تموت غدا. وزائرتي، زائرتي أي أنا المتكلم، يا المتكلم، كأن بها حياة فليس تزور إلا في الظلام. تمام. يا باري القوس بريا، بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها، أي باريها، هنا الهاء، باري القوس، هنا الهاء اتصلت بالاسم. لا دين لمن لا عهد له، لاحظوا له، الهاء اتصلت باللام حرف الجر. من هانت عليه نفسه فهو، من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون، عليه غيره أهون. هيا بنا. أكمل الفراغات الآتية بضمير مناسب من ضمائر الجر المتصلة. في صباح أحد الأيام بعد أن ذهب أخ، ما الضمير الذي نضعه؟ أخي، فراغ أخ إلى المدرسة، إذن أخي إلى المدرسة. بقيت مع أمي وجدتي، إذن وجدتي، هذه يا المتكلم، أخي، جدتي. أرقب طبخة وعدتني أمي بها، هيطلية، أرز بالحليب. كانت بائعة الحليب قد طرقت بابي ولا بابك ولا بابنا، 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 طرقت بابنا. فاشترت أمي منها، فاشترت أمي منها بالكيلة عدة أوقيات، يعني الأوقية 5 الكيلو، ما يعادل 200 غرام، أوقيات. صبتها البائعة، صبتها البائعة في الطنجرة. وكان هذا حدثا مهما، لأن أمي تقول أن لا قدرة لها على شراء الحليب
إلا في المناسبات وعند الضرورات وبين صعود فراغ إلى الطابق العلوي لأنظر. صعود من؟ صعودي إلى الطابق العلوي لأنظر من السطح المكشوف إلى الصبية الذين هم في الأسفل يلعبون في الحارة وأناديهم وينادونني. وبين نزول، إذا كان صعودي فماذا يكون؟ نزولي. وبين نزولي لأرى كيف يجري طبخ الهيطلية. كانت الأكلة اللذيذة قد حضرت، أي صنعت، صبتها أمي في وعاء مسطح مستطيل يعني، وضعته على الأرض في الركن وقالت لنتركه، وضعته بزاوية وقالت لنتركه لساعتين ليبرد. هو نوع من الحلويات، تمام؟ سأعطيك من ماذا؟ منك؟ لا، منه، أي من الهيطلية، قليلا عند الظهر، ولكننا سنحتفظ به للعشاء. سنحتفظ به للعشاء عندما يعود أبوك من الشغل، فهو مثل مين؟ مثلك، يحب الهيطلية. هذا كلام الأم. أوصتني أمي بألا أكثر من الخروج والدخول، وبأن أكون عاقلا ريثما تذهب مع جدتي إلى السوق لشراء الخضروات، وقالت إذا خرجت أغلق الباب ورائي ولا وراءك؟ وراءك، جيدا، ولا تسمح لأحد بالدخول. ما كنت أبقى وحدي حتى تطلعت إلى الأكلة البيضاء الشهية بحرقة، ومددت إصبعي إليها لاحظوا إليها إلى زائدها، هذه اتصل الضمير بالحرف الجر، ووحدي اتصل الضمير الياء في كلمة وحد بالاسم ليس فعل. إصبعي، ومددت إصبعي إليها وذقتها ما ألذها، ولكنها ما زالت حارة وأمي تريدها باردة. طيب، فلأخرج إلى الحارة، وأخذت لقمة أخرى قبل الخروج في الشارع عند الباب، باب الدكان المقابل. لقيت أحد أصدقائي فقلت له أتعرف طبخت لنا أمي هيطلية. التقانا صبيان آخران وقال لهما صديقي أمي، إذن أمي طبخت اليوم هيطلية. وبعد قليل كان المزيد من أطفال الحي قد تجمعوا عند المنعطف يلعبون، فقلت لهم أمي طبخت هيطلية. لاحظوا طلاب أن الضمائر نا والياء والكاف اتصلت بي والهاء اتصلت بي أحرف الجر واتصلت بالأسماء، فهي ضمائر جر. أي سؤال؟ سأقوم بالرد على أسئلتكم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الشيق. شكرا لكم وبارك الله فيكم.